لا يتصبب عرقا بسبب حرارة الطقس المرتفعة فحسب، بل لما يبذله هذا المعلم من جهد يومي مزدحم بالحصص المدرسية في مدرسة الشعلة بمديرية ميدي شمال محافظة حجة للطواف حول فصوله الدراسية المكتظة بالطلاب والخالية من الكادر التربوي. أنا مثلا بدرس من الصف الأول حتى الصف السابع، ولا اقدر اغطيهم مثلا هؤلاء في يوم واحد، قد يكون ابدا من الاول حتى الخامس وانتهي، واليوم الثاني ابدا من الخامس الى السابع واخذ من الاول وارجع كذا تدريجيا تطبيقيا، يعني احاول اني اغطي حتى لو اجلست يوم اليوم الثاني اغطي الصفوف الباقيه، وكذلك زملائي الباقيين يشتغلون بهذه المرحله. مهمة يومية تعليمية شاقة أخذها المعلم علي جعيدي على عاتقه رفقة معلمين اثنين فقط في مواجهة سبعة فصول بمعدل معلم لفصلين دراسيين على مدار اليوم الدراسي في وقت يتعين توفير ثلاثة معلمين للفصل الدراسي الواحد. احنا الآن ما عندنا مدرسين، عندنا ثلاثة مدرسين، ان هون يجون هنا ما يوافون في الفصول، إنه من صف أول لم سابع، لما سابع ما يوافش هنا، اللي يهبون حصص ولما يحس ولما يفضل يستدي يكمل عند فصل سابع خامس سادس يرجع يهبلنا حصة. جهود مضاعفة ومكثفة يعيشها عشرة المعلمين في المناطق التهامية المحررة شمالي المحافظة، بينهم مدير مدرسة 26 سبتمبر وسط حيران لتغطية نقص كادره التربوي في تدريس طلاب المرحلة الأساسية والإعدادية. أنا مدير للمدرسة ومربي لصف أول الذي يبلغ كثافته 65 طالب في فصل واحد، فأنت تلاحظ لما يكون 65 طالب في فصل واحد وصف أول كيف تتعامل معهم؟ إذا أردت أن تصحح لكل واحد لو استغرقت دقيقة واحدة تضيع كم حصص منك؟ وبهذا الازدحام في جدول الحصص المدرسية للمعلمين وإجهادهم وما يقابله من فراغ لحصص الطلاب، تدور العملية التعليمية في حلقة هشة لكنها السبيل الوحيد للنجاة من الجهل. كان يمكن للمعلمين هنا أن يديروا ظهورهم للعملية التعليمية والمدارس بحثا عن لقمة العيش بعد أن تعدت معاناتهم خط الفقر إلى القبر على حد توصيف نقابة المعلمين، لكنهم آخر الآمال بالنسبة للطلاب لتجاوز ما يمكن من شبح الأمية. محمد يوسف، قناة بلقيس، محافظة حجة.